وعن أبي خلد عن أبي العالية قال كان ابن عباس، ابن عباس اللهم ارض عنه بل عنهما، يرفعني على السرير، يعني في مكان يجلس فيه ابن عباس لتدريس الناس مرتفع مثل العرش مثل الكرسي مثل السرير، شيء مرتفع. فكان ابن عباس عندما يرى أبا العالية يأتي به، اجلس في المكان المرتفع، اجلس في المكان المرتفع. وقريش أبو العالية مولى، عبد يباع ويشترى، وقريش وهي النسب أسفل من السرير، اقعد تحت، اقعد تحت انت ويا قريش، انتو قرشيين سادة القوم اقعدوا تحت. طبعا المولى خد اطلع فوق. والعرب عندهم عنجهية وكيف، وقريش أسفل من السرير، أسفل من السرير. فتغامزت بي قريش، صاروا إيش يوتوتوا في التعبير العامي، أي يحدث بينهم حديث سرا. فقال ابن عباس هكذا العلم يزيد الشريفة شرفا ويجلس المملوك على الأسرة. اللي رفع أبا العالية ما هو بعد فضل الله؟ علمه. والذي أنزلكم وأنتم أهل النسب بعدكم عن العلم. إذن العلم يرفع أقواما ويضع آخرين، هذا في وقت كان يقدر فيه العلماء، أما في هذا الزمان عندما يكون هناك اجتماع عام ويأتي العلماء، علماء الدين يجعلون في طرف المجلس، وأهل الدنيا وأهل الشهادات الدنيوية وأهل المراكز يجعلون في المقدمة. ولا حول ولا قوة إلا بالله.